نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بمنطقة عزبة خير الله بمحافظة القاهرة. القافلة الطبية تأتي ضمن برامج عمل الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمة الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني لتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الهمم. ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تأتي القافلة الطبية للكشف على أمراض العيون لأكثر من 100 شخص من ذوي الهمم وأسرهم بمنطقة عزبة خير الله بمحافظة القاهرة لتحسين وصول الخدمات العامة بطريقة أفضل للأهالي. النهاردة احنا بننفذ قافلة طبية لأمراض العيون تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالهدف منها ان احنا نكتشف ايه امراض العيون اللي عند الاشخاص ذوي الاعاقه واسرهم، وبنقدم لهم نعمل تدخلات زي لو في عمليات او نقدم نظارات طبيه مجانا. عدد الاطباء عدد المشاركين من الفريق الطبي 5، وفي كمان متطوعين معانا من المجتمع. القافلة الطبية تركز على أمراض العيون بالتعاون مع جمعية الأمان الجميلة بعزبة خير الله من أجل تأهيل وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم، مما يساعد على دمجهم في المجتمع. بيتم التعامل مع ذوي الإعاقة سواء في حاليا في تعزيز الحقوق الصحية، وإحنا أصلا ماسكين يعني جمعية مسؤولية كاملة عن ذوي الإعاقة في مجالات كتيرة زي التنمية والتأهيل ومجالات كتيرة تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وبيودوهم النادي نادي الفرسان، وكل حدا بيعملها لهم هنا اهو، ويعني بيجي كويس أبنوب، وأنا بادي وبناخد مهد توعية ونفهم كل اللي يقولوه لنا مثلا نعمل زيه في البيت. النهارده عبد الرحمن جاي يكشف نظر عندي أماني جميلة، وجاي يشكر المركز وإنجازات المركز معانا. عبد الرحمن بياخد أكاديمي ووظائفي وتعديل سلوك هنا. ما بقاش فاكر على عين أحمد عشان خاطر نظره ضعيف وكده أهو، والقافلة بتقدم لنا الكشف بتاع العيون بردك، واتكلمتنا أستاذة أماني وقالت لنا في قافلة جاية تكشف الأطفال. الجمعية بردك الله يبارك لها أستاذة أماني بتقدم لنا حاجات كتير بردك، نشاط توعية وندوات ونشاط حركي. حاجة مهمة طبعا وجميلة، أنا كان نفسي من زمان نكشف لابني وكانت برضه ما كانش مقدرت إن أنا أكشف له. الصراحة الجمعية جميلة بتعملنا تنمية مهارات وبتعلمنا نعامل العيال إزاي. القافلة الطبية تأتي ضمن برامج عمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني لتحسين نوعية الحياة للأشخاص من ذوي الهمم من خلال حصولهم على حقوقهم في الخدمات العامة.